بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم دوما وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم يسعدني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات أن نستضيف لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومن مشايخها الفضلاء ومن المتخصصين في مجالاتها المتعددة، هذه الأمة المباركة الكبيرة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فباسمكم جميعا يسعدني ويشرفني أن أرحب بفضيلة الشيخ عثمان الخميس الداعي الإسلامي المعروف بدولة الكويت. فضيلة الشيخ عثمان، حياك الله وبياك معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك أبي عبد الرحمن، وسعيدين جدا بشراقتك معنا في حياة القلوب فضيلة الشيخ. الله يكرمكم، حياك الله. وبما أننا انتقينا لكم هذا العلم المبارك في مجال هذه الدعوة المباركة، أيضا ننتقي معه ونختار لكم تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا. موضوعنا اليوم حول الاعتزاز بالدين، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. الإسلام أيها الإخوة والأخوات هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد والبلاد، وهو أعظم المنن التي من بها علينا الكريم الوهاب. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن سلك هذا الدين بسعادة الدنيا والآخرة. فيه المبادئ السامية، وفيه الأخلاق العالية، وفيه النظم العادلة. إنه الدين الذي ينبغي لنا أن نفتخر به وأن نتشرف بالانتساب إليه. فمن لم يتشرف بهذا الدين ويفخر به ففي قلبه شك وقلة يقين. إن الحق يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم قائلا: وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. وسوف تسألون أي شرف لك، شرف لقومك، شرف لأتباعك إلى يوم القيامة. وإما زادني شرفا وتهيئا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وإن سيرت لي أحمد لي نبيا، وإن سيرت أحمد لي نبيا. إن الشرف العظيم أن تكون من عباد الله الصالحين المصلحين، وأن تعمل الصالحات وتجتنب المحرمات. إن الشرف أن تدعو لهذا الدين، وأن تتبع سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك السلفون الأول عظمة هذا الدين، فقدموا أنفسهم وأموالهم رخيصة لهذا الدين، وتحملوا وصبروا لأجل هذا الدين. ولذلك كان من أوائل ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، القرآن المكي، مع ما يميز هذه الفترة من شدة وضيق واستضعاف، أن الله أنزل تعالى قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. فما معنى العزة، وما السبيل لاستحضار هذه الاعتزاز بالدين؟ ثم كيف يجمع المرء المؤمن بين العزة من جهة وبين إكراهات العالم المعاصر من جهة؟ أسئلة ومحاولة نطرحها على فضيلة الشيخ عثمان الخميس. حياك الله مرة أخرى فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، الاعتزاز بالدين أمر مطلوب عند المؤمنين بالذات، وهو ميزة من الميز العظيمة لهذا الدين. فما هي أهمية الحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكر تلفزيون قطر، حياك الله الشيخ، وقطر كلها، جزاك الله، وأهلها جميعا، حكومة وشعبا، أشكرهم جميعا على هذه الدعوة. وأشكرك أيضا شكرا خاصا حفظك الله تعالى على هذه الدعوة. أما الاعتزاز في الدين، فلا بد أن نعلم أن العزة صفة لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو العزيز، اشتق لنفسه اسما من هذه الصفة المباركة فتسمى بالعزيز. والله تبارك وتعالى ما كان هو العزيز صار يعز من ينصر دينه، يعز من يؤمن به سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة وهي المنعة والشدة في الشيء، هذه العزة جعلها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين طالما أنهم تمسكوا بهذا الدين وانتسبوا إلى رب العزة تبارك وتعالى عبادا طائعين مسلمين لله جل وعلا. فلذلك أنا أتصور أن الإنسان يكون عزيزا بهذا الدين، مفتخرا به، رافعا به رأسه، إذا كان متمسكا. وأما من لم يكن متمسكا بهذا الدين فليس كذلك. نعم. طيب، الحديث الآن عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات، يعني نحن الآن نعيش
في أزمة عزة حقيقة في بعض صحيح. من ميادين العالم الذي نعيش فيه. البعض يعني يندس وينخش حقيقة بسمح باللهجة العامية من أنه يمثل هذا الإسلام في بعض الأحيان. نعم صحيح. والبعض الآخر يتهرب في الجانب، والبعض الآخر يتميع، والبعض الآخر ينصر، والبعض الآخر يتنازل. يعني العزة بالدين في هذا الوقت ما هي أهميتها البالغة، ولماذا لا تحدث عنها فضل الشيخ، خاصة أن نجد من فعلا يتبرأ نوعا ما من هذا الدين، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان يصلي، حتى لو كان يزكي، حتى لو كان يصوم، لكنه يحاول أن ينسلخ منه لما من وضع العالم الإسلامي من ذل ومهانة وفساد كثير في بعض المنظمات أو المنظومات الحكومية. نعم، أنا قد أعذر الإنسان العامي الذي لا يملك كما من العلم يجعله يعرف قيمة هذا الإسلام وهذا الدين جميل العظيم جميل. من خلال قراءة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى سير السلف جميل. رحمه الله تبارك وتعالى، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أقول يعني هذا الأمر قد يعذر فيه العامة، لكن لا يعذر فيه العلماء ولا طلبة العلم ولا القراء ولا المطلعون ولا المثقفون جميل. لا يعذرون بهذا، لأن هؤلاء يجب عليهم أن يعرفوا قدر هذا الدين وعظمة هذا الدين جميل. وأن يرفعوا به رؤوسهم، لأنهم يعلمون كما أخبرت بارك الله فيك في مقدمة كلمتك الطيبة الآن، وهو أن هذا الدين الانتساب له شرف، شرف للإنسان ينتسب لهذا الدين، فهو دين التوحيد، عقيدة صافية. الله تبارك وتعالى أكرم الناس بأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، أن جميع الرسل جاءوا بالإسلام، ولكن بهذه الشريعة السمحة جاء بها محمد. أكرمهم الله تبارك وأكرمنا الله تبارك وتعالى بأحسن كتبه، أكرمنا الله تبارك وتعالى بأكمل شرائعه. فأنت الآن تملك الأفضل في دين في كل شيء، في كل شيء، الأفضل كتابا، الأفضل شريعة، الأفضل رسولا، الأفضل منهجا، الأفضل عقيدة، يعني في كل شيء أنت تملك الأفضل. وعادة أن الإنسان إذا كان يملك الأفضل في كل شيء فإنه في هذه الحالة يرفع بذلك رأسه ويصبح هو الأفضل. نعم، ويستشعر هذا الأمر، يستشعر أنه الأفضل. هذا بالنسبة للقارئ المثقف المطلع طيب العالم طالب العلم. نعم، أما بالنسبة للعامي الذي لا يفقه هذه الأمور أو لا يتنبه لهذه الأمور قد يصيبه بعض الشيء من فقدان الهوية جميل. وعدم الاعتزاز بهذا الدين والحياء منه بسبب بسيط طيب جميل. ألا وهو أنه يرى ضعف المسلمين وخورهم، ونكون صريحين من تضييع بعض المسلمين لأمر هذا الدين حسنت. وعدم تمسكهم به، فيستحي أن يقال له هذا مسلم يفعل كذا وهذا مسلم يفعل كذا، وكان يجب عليه أن يقول هذا لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل الإسلام جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسولا يعني في الجهاد، حديث بريدة صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وأنزلهم على حكمك فإنك لا تذي تصيب حكم الله ورسوله لا تصيب الله. فلذلك أنا أقول هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الدين جميل. يمثلون أنفسهم، فالأخطاءهم عليهم وليست على الدين سنت. فعلينا أن يعني نكون صريحين أمام الناس، نقول هؤلاء أخطاؤهم لا تمثل الدين وإنما تمثل أنفسهم. وإن سمحت لي في شيء بسيط كذلك، قال لي أحدهم أنه يعني اشتكت إليه مديرة مدرسة في إيرلندا على يعني تصرفات بعض المسلمين وكذا وإساءتهم وما شابه ذلك من الأمور. يقول فقلت لها هل جميع النصارى اليوم متمسكون بدين النصارى؟ هل جميعهم يذهبون إلى الكنيسة؟ هل جميعهم يلتزمون بمبادئ عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان حرف لكن الموجود على الأقل طيب يعني المحرف الموجود نعم. طيب هل جميعهم يلتزمون دين عيسى؟ هل جميعهم يذهبون إلى الكنيسة؟ هل جميعهم يفعلون الصالحات ويبتعون عن الطالحات والسيئات؟ قالت لا، الأكثر ضائع. قال وكذلك الأمر للمسلمين، فيهم من يتمسك وفيهم من لا يتمسك صحيح. فلا يجوز أن يحمل فعله وقوله من لا يتمسك وهو منحرف بمن يتمسك على الدين نفسه حسنت. ويكون هؤلاء هم الممثلين
للدين، هذا الأمر غير مقبول أبدا. لذلك كأنها تلك المرأة التي قالت الحمد لله عندما أتت إلى بلدة عربية، قالت الحمد لله عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. والله هذه مصيبة وهي إشكالية الله المستعان. هذا أمر محزن حقيقة الله فعلا. يعني يحدثني أحدهم يقول، ابن عمي يحدثني يقول له تعرف على رجل من الأفغان، فيقول كنا نحن في أفغانستان نعتقد فيكم أيها العرب أنكم الكمل في كل شيء، الله، في الاتباع، في الأخلاق، في الكرم، في العبادة، في الشجاعة، في العبادة، في كل شيء أنتم الكمل، يقول. فقال له ابن عمي يعني فرح بهذا الكلام، فقال نعم، قال أنكم أبناء الصحابة، أبناء ذلك الجيل الطيب المبارك. فقال له صاح قريبي، قال نعم الحمد لله كذا. قال لكن تعرف شيئا؟ قال نعم. قال أنا الآن صار لي 5 سنوات في البلد، إلى الآن ما حد دعاني إلى غداء. ما رأيت هذا الكرم، ما رأيت هذا الأمر الذي كنا نحمله عنكم، وسأرجع بصورة سيئة. يعني في للأسف يعني بعض المسلمين حقيقة قصر في هذا الجانب، حتى إن البعض يكاد يلمز الإسلام بهذا، وهذا خطأ. دائما بفضل الشيخ نرجع في بعض أطروحاتنا وبعض مواضيعنا التي تمس واقعنا إلى مصدرين رئيسيين، الكتاب والسنة. صحيح. ونريد حقيقة من خلال فضل الشيخ عثمان الخميس الذي نحبه في الله أن يعطينا بعض من الأدلة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالاعتزاز بالدين، ما يدعون أيضا للاعتزاز بالدين ببعض الأدلة القرآنية. ذكرتم بعض الأحاديث الجانب هذا، ولكن تأصيلا لهذه المسألة وتأصيلا لهذا المبدأ وتأصيلا لهذه الدعوة بالاعتزاز بالدين، نريد أن تحدثونا أو تعطونا بعض من نصوص الكتاب والسنة التي تبين أو تدعونا جميعا مشاهدين ومشاهدات رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى اعتزاز بهذا الدين المبارك. يعني لو لم يكن إلا قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لكفى. الله تبارك وتعالى يقول لهذه الأمة كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا لا يدعوك إلى الافتخار والاعتزاز بهذا الدين؟ خير أمة خيرية أخرجت للناس من لدن آدم إلى يوم القيامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الآية الأخرى يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط عند العرب هو الأفضل، الأفضل والأخير والأحسن. ولذلك يقول العرب عن القلادة التي تكون في العقد، يقول وسطة العقد. جميل. يعني أفضل شيء في العقد. والله تبارك وتعالى يقول حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى أي الفضلة، فضلة المقدمة الأفضل. وكذلك قول أبي سفيان لما قيل له أو سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا، أي من أشرفنا نسبا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة مفضلة، أمة معدلة من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك ما ذكرت قبل قليل بارك الله فيك، وهو قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله، الله يخبر أنكم الأعلون. شوف الأعلون يعني عقيدة، الأعلون فكرا، الأعلون أخلاقا، الأعلون قربا، وهكذا أعلون في كل شيء، في كل شيء. ولذا أنا أسعد كثيرا حقيقة وترتاح نفسي كثيرا عندما أقرأ قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر. نعم. أقف عند ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وهو سيظهر سبحانه وتعالى. إذن سيظهره سبحانه. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا لكل شيء، وأراد أن يكرمنا بأن نكون نحن سببا في إظهار هذا الدين. صلى الله عليه وسلم وإياكم ومن يسمع كذلك. فقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي يعليه كما يقول أهل العلم، يعليه ويظهره بالسيف والسنان، ويظهره بالحجة والبيان. نعم. نعم. أحسن رفض الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طبعا دائما بالاقتداء تظهر أو يتبين المسير إلى الاعتزاز بهذا الدين، والقدوة هو الذي يتأسى به في هذا الجانب. ولذلك نرجو من فضل الشيخ يعني إذا كان هناك ثمة نماذج حية، نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة السلف الصالح
أو ما يمكن من استشهاد المواقع الذين يعيشوا فيه من أرباب العلم أمثال فضل الشيخ في هذا هذه الأمة المباركة الذي يمكن نستشهد به بالاعتزاز لهذا الدين، ومن خلاله يمكن أن ينقل لأجيالنا ولشبابنا ولشاباتنا فيما يتعلق بمواقف تاريخية أو مواقف وأحداث فيها نوع من العزة في هذا الجانب، سواء كان في بلاغ رسالة الله أو في بلاغ دين الله أو في رجال سبيل الله أو في الصبر على الظلم والظالمين في هذا الجانب. أحسنتم، يعني هو من يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها مليئة بهذا الأمر، الاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى، وأنه يرى أنه صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. فالاعتزاز بالدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي استعمل معه كفار قريش الترغيب والترهيب على أن يترك هذا الأمر، فما كان منه صلوات ربي وسلامه إلا إن أصر على التمسك بهذا الدين اعتزازا به صلوات ربي وسلامه عليه. رغب، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه الأموال صلوات ربي وسلامه عليه، ويرفض ذلك كله تمسكا بدين الله تبارك وتعالى. خوف في الله تبارك وتعالى وأوذي في الله تبارك وتعالى، وحاولوا قتله صلوات ربي وسلامه حتى يترك هذا الأمر، فلم يتركه صلوات ربي وسلامه عليه. وما هذا إلا اعتزاز منه بهذا الدين صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم يعني ضربوا بذلك الأمثلة العظيمة العجيبة في اعتزازهم بالدين وعدم حيائهم في انتسابهم لهذا الدين العظيم ولو كان في أمر يسير. يكفينا قول عمر رضي الله عنه: نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن أراد العزة في غير الإسلام أذله الله. يعتقد أن هذا الإسلام هو الذي أعزه، هو الذي رفع قدره، هو الذي يعني أعلى مكانته وشأنه. حديث ظاهره بسيط لكن حقيقته عظيمة. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه يهودي صحيح مسلم، قال له: إن رسولكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف تقضون حاجتكم؟ ما قال سلمان الفارسي: لا لم يعلمنا هذا وإنما هذا جاء عرضا، لا لا، رفع رأسه بذلك، قال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الغائطة، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فهنا لما يتكلم سلمان رضي الله عنه بهذه الطريقة، طريقة الاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى، وتعلم قول من قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يفتخر بأنه ينتسب إلى هذا الدين العظيم وينتسب إليه وأنه من أهل هذا الدين. نعم. طيب، التقط من حديثكم الجميل والرائع، نسأل الله أن يجعله مبارك في الدنيا والآخرة، يعني كيف لكم أن تقرأوا طيب حدث من الأحداث الذي سجله التاريخ؟ نعم. وأنتم قد ألفتم في التاريخ وقصة الأنبياء وغيرهم قصة الصحابة، وكان قبلها قبل أن ندخل في قاعة كبار الزوار بعض السيديهات الجميلة في هذا الجانب، يعني أن تقرأوا الحدث الذي سجله التاريخ عندما دخل ربعي بن عامر على رستم قائد جيوش الفرس، وحوله الأتباع والجنود والفضة والذهب، فلم يبالي بشيء منها، ودخل عليهم بفرسه القصير وترسه الغليظة وثيابه الخشنة، فقال له رستم: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله ليخرج من شاء من عباده إلى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم. تعليقك على هذا الحديث الشيخ، لكن قبل ذلك اسمح لي أخذ مجموعة الصلاة ثم نعود لمعلق على هذا الحديث الذي ذكرته آني في فضل الشيخ. معنا اتصالات. الأخ زيد، الأستاذ زيد تفضل. أحييك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أسعد الله مساكم الشيخ عايض والشيخ عثمان من الأحباء الأحبة الذين نتمنى يعني الواحد أنه يكون له اتصال معه. الله يسعدك. الله بالخير الشيخ عثمان. سأك الله برضا والعافية. فقك الله ونفع بك. أمين قال. والناس ترى بحاجة لخروجك كثيرا يعني في القنوات، وأنت الفترة الأخيرة بدأت تقل من هذا. الله المستعان. نفع الله بك. والناس يلمسون منك التلقائية والمباشرة والبساطة مع العمق في العلم. يعني بساطة في الطرح والأسلوب وعدم تكلف، وبالمقابل الحمد لله عمق فيما تطرحون، جزاك الله خير شيخ عثمان، وأدب كبير ولله الحمد. هذا أنا شيخ المسألة في مسألة محاسن الإسلام، لو أنها تطرح حتى يزداد المؤمنون إيمانا
ويزدادون معرفة بعظمة دينهم. محاسن الإسلام لو تطرح كمشروع شيخ عايض يعني أشيح. مشروع كبير جدا يعني عبر القنوات حملة في هذه الأيام التي يضعف فيها الناس ويخورون ويتراجعون، وسلوكات الناس ليست حجة على الإسلام بل الإسلام هو الحجة على الناس. إذا عرف الناس محاسن الإسلام في الاعتقاد، محاسنه في الأخلاق، محاسنه في الأحكام، في التعاملات، في التعامل مع المسلم، التعامل مع غير المسلم، في التعامل مع الكون، مع الحياة، مع الحيوانات، مع الجمادات، عرف الناس عظمة هذا الدين وعرفوا أنه من عند الله سبحانه وتعالى. مما يزيد الناس كذلك يعني حبا للإسلام واعتزازا بالإسلام وافتخارا به قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه منظومة متكاملة هذه الآية، يعلم الإنسان دينه ويعمل به ويدعو الناس إليه ويعتز به ويفخر، فيكون يدعو بقوله وبسلوكه إلى الإسلام وإلى محاسن الإسلام ويقول: انظروا أيها الناس هذا هو الإسلام بأخلاقه وبسلوكاته وبتصرفاته، كل يكون أنموذج للإسلام حتى يقدم الإسلام. الأمر الآخر شيخ مما يزيد الناس يعني تمسكا بإسلامهم ودينهم أنه يعظم الدنيا ويعظم الآخرة ويحقر الدنيا، فمعرفة حقارة الدنيا ومحدوديتها مكانا وزمانا ومتاعا، قل متاع الدنيا قليل كل من عليها فان، وبالمقابل عظمة الآخرة والله يريد الآخرة لأنها نعيم أبدي وخلود سرمدي أبد الآباد ودهر الداهرين، المكان جنة عرضها السماوات والأرض، الزمان لا نهاية، النعيم لا يوصف، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، المقام أمين في زمن الآن الناس يتخطفون من حولنا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. لو عرف الإنسان عظمة الآخرة لعظم دين الله سبحانه وتعالى وحقر الدنيا، وبالمقابل أعطى صورة عظيمة عن الإسلام بسلوكه وبعدم تشبثه بهذه الدنيا ومنافسة الناس عليها. الكلام كثير ولكن ما نريد أن نطلع على الشيخ زيد نسمع منه. بارك الله فيك، شكرا على هذه المداخلة، نفع الله بك. معنا الأخ حدوش من الجزائر، تفضل. ألو، حياك الله حدوش، تفضل. أحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وجزاك الجنة. لي سؤال إن أمكن، ربما هو خارج عن الموضوع ولكن لأول مرة تتاح لي الفرصة أتحدث مع علامة. جزاك الله خير، تفضل يا حدوش. أريد الاستفسار فيما يخص اللحى، عفو اللحى. نعم. ما هو حكم الإنسان الذي يخلق اللحية؟ تسمع إن شاء الله من الشيخ. في سؤال ثاني أيضا حدوش، والحكم الحجاب الشرعي للإمرأة. جميل، أشكرك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سألهم ما معنى حدوش. أخوي حدوش. نعم. الشيخ يسألك ما معنى حدوش. حدوش والله العظيم هو اسم سماني به والدي الله. وإلى حد الآن ما أعرف معناه. الله يفهم. ولم أجد معنى. إن شاء الله بإذن الله تعرف معناه وصلى الله يجعله اسمه مباركا أينما كنت وحيث ما كنت. أخوي حدوش من الجزائر أشكرك. معنا أيضا مختار من الدوحة، تفضل يا مختار. طيب إذا نأخذ مشعل من الكويت قبل مختار، تفضل يا مشعل، قدم لنا الكويت على الدوحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله مشعل، حياك الله. الله يعطيك العافية، مساك الله بالخير أنت والشيخ عثمان. وياك مساك الله بالنور والصحة والسلامة. والله أنا ما عندي لا سؤال ولا شيء، بس عندي أقول الشيخ عثمان أحبك الله يا شيخ. أحبك الله، أحبك الله. زين، شكرا أخوي مشعب الكويت. مختار من قطر، تفضل مختار من الدوحة. بس أنا حبيت يعني أضيف من عندي آية قرآنية. تفضل. الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال في عزة الإسلام: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذه شهادة يعني أكبر شهادة يعني للإسلام وأن الإسلام يعني دين صحيح ودين يعني أحسن من كل دين وعز من كل دين يعني. نعم نعم. وعندي سؤال طال عمرك، أنا أشوف بعض العلماء ما أذكر اسمه يعني بعض العلماء إلى يومك هذا يعني يقولون هذول يهود والنصارى يعني لهم دين وتقدر تتزوج منهم
ما دام أنت تعرف وكلنا نعرف يعني ما الكتاب اللي عندهم يعني التوراة والإنجيل كلها محرفة. صحيح. وبعدين في آية قرآنية طال عمرك يعني آية صريحة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. كيف الحين يعني نقول لهم هذولا يعني دينهم صحيح ونقدر نتعامل معهم يعني ونتزوج منهم؟ جيد. ما هذه الآية يعني ما هذا قول البعض وليس قول الكل، قول البعض، وتسمع الشيخ إن شاء الله يعني توجيه في هذه المسألة. مختار أشكرك من الدوحة، معنا اتصال آخر أيضا. خالد من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أبو الوليد من الإمارات، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك خالد يوسف من الإمارات. حياك الله يا خالد، حياك الله يوسف. أولا نشكر الشيخ عثمان الخميس ما شاء الله عليه، ونشكر الشيخ عايض القحطاني. جزاك الله خير. بس عندي سؤال، كما تعلمون أن أهم أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وأشد شيء نهى الله عنه الشرك والبدع. فنحن طبعا لازم نعلم المسلمين، وبارك الله في الشيخ عثمان وعلماء الدعوة السلفية المباركة ما يقصرون، فنعلمهم يعني صراحة العقيدة وتوحيد وكيفية احترام ولاة الأمر وعدم خروج عليهم. عندي سؤال، يعني بعض المشايخ والدعاء للأسف في خطب الجمعة وبعض الفتاوى كله يحط على الخروج على الحاكمية والمظاهرات والأحداث في الدول العربية، يعني ما سمعنا من هذا الشيخ يتكلم عن العقيدة والتوحيد والخمر والزنا. يعني صراحة للأسف أشرطة وفتاوي كله يدعي على التهييج وعلى يعني خروج على السلطة، وهذا ما يدعى يوسف القرضاوي. وجزاكم الله خير. شكرا، شكرا على كل حال خالد يوسف. ومعنا اتصال آخر أيضا، نقف هنا ونعود للشيخ الكريم. طيب الشيخ، قصة ربعي بن عامر، ما تعيقكم عليها كنموذج من نماذج الاعتزاز بهذا الدين؟ نعم، أنا أتصور أن الاعتزاز بالدين مرتبط بقضية مهمة، ألا وهي الإيمان بالقضاء والقدر. جيد. الإيمان بالقضاء والقدر، جميل، هذه نقطة مهمة جدا. يعني شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هو حديث مشهور حسن بل صحيح، أخرج الترمذي وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. إن هذا الحديث العظيم لو تأمله الإنسان وعلم أن القدر مكتوب وأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لوجد المسلم في نفسه شجاعة منقطعة النظير، وهذه لا توجد إلا عند المسلم الذي يؤمن بالقضاء والقدر. أحد السلف، تذكر عن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أنه لما أسر قال له من أسره من فارس من قادة الجيش هناك، قال له: انظر، إن موتك بحياة وحياتك بيدي، إن موتك وحياتك بيدي. نعم، يعني هو في نظري ذلك أن أنا الآن أستطيع أن أقول اقتلوه فتموت، وأقول أطلقه فتعيش. فقال: إن موتك بحياتك بيدي، فماذا ترى أنا فاعل بك؟ انظر إلى الكلمات. قال: لو كنت أعلم أن موتي وحياتي بيدك لاتخذتك إلها. الله، لو أعلم أن موتي وحياتك وحياتي بيدك لاتخذتك إلها. كان يقول له: أنت لا تدري ماذا تقول ولا ما يخرج من رأسك، موتي بحياتي بيد وحياتي بيد الله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو علم الإنسان علم اليقين، لا أعني مجرد العلم العالم، علم اليقين الذي يخامر القلب أن الأمر كله بيد الله، وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. لو علم هذا الأمر لوجد في نفسه وقلبه شجاعة منقطعة النظير، وهذا الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندهم هذه الشجاعة ولا يبالون بأحد، ومنها ما ذكرته. بارك الله فيك. بالنسبة لربعي بن عامر، لما يدخل ربعي على رستم قائد الفرس، طيب، وهو في أبهته وسلطانه وحوله الخدم والحشم والمسلحون والجنود كل شيء، نعم، وهكذا، ويدخل ربعي رضي الله عنه بثقة وثبات، طيب،
ولا همه إن قتله أو لم يقتله، ومن عادتهم الغدر، وما همه ذلك. فيدخل عليه قال ماذا تريدون؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تكلم بثقة، ولا همه رستم ولا همه غير رستم. ولذلك بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى غدر به من الصحابة، غدر به أثناء كان رسولا إلى أحدهم وهو معهم يتكلم معهم، طعنه في ظهره. فماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة. واحد يقتل ويقول فزت؟ الناس تتكالب على الدنيا، تتقاتل وأسلم أيضا في هذا. الناس تتكالب على الدنيا، تتقاتل على الدنيا، تقطع الرحمة لأجل الدنيا، تقطع كل شيء لأجل الدنيا، وهذا تذهب منه الدنيا ويقول فزت ورب الكعبة. هذه العزة، هذه العزة، وهذا هو اليقين، وهذا هو الإيمان الثابت. ولذلك أنا أرى في موقف ربعي، موقف المسلم المعتز بدينه المؤمن بقضاء الله وقدره، والذي لا يهمه رستم ولا شيخ رستم كسرى، لا يهمه هؤلاء، لأنه يعرف هو يستند إلى من؟ يستند إلى الله رب العزة، رب رستم ورب كسرى ورب الخلق كلهم سبحانه وتعالى. الشيخ العلي يقف عند محاورنا قليلا، أعود بس لمجموعة من أسئلة الإخوة. الشيخ زيد كان يعني يدعوك دائما للبروز والخروج خاصة الفترة القادمة، وأنت من لك باع في تأصيل مسائل علمية مهمة جدا في هذا الجانب، وأيضا علق على قضية ضرورة إيجاد حملات لإظهار محاسن هذا الدين، ولي أيضا الاعتزاز بهذا الدين من قبل مؤسسات، ونحن إن شاء الله نستعد. والله أعجبني كلامه، إن شاء الله أعجبني كلامه، وأنتم سباقون لمثل هذا، وأنا سأوصل هذه الرسالة للكويت إن شاء الله تعالى بإذن إن شاء الله بهذا الأمر إن شاء الله. موضوع حدوش من يسأل هل اللحى ولعلي أدخلها في مشروع وهو من ضمن موضوعنا مما يعتز به المؤمن، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على توفير اللحى، على أيضا نعم إعفاء اللحى، على نعم إكرام اللحى في هذا الجانب؟ والسؤال الآخر أسأله بعد أن تجيب على هذا السؤال. لا أدخله، أدخله حجاب. موضوع الحجاب المرأة، موضوع الحجاب هو من ضمن نعم محاورنا أيضا نعم ضمن حجاب المرأة. هل حجاب المرأة يعني هو الحجاب الذي يخبش يعني أم هو حجاب يعني من الرأس أو قبل هذا كله؟ أن تقول نقول إن من الاعتزاز بالدين، من الاعتزاز بالدين أن نعتز أن نظهر مظاهر هذا الدين. جيد زين، يعني لما أقول أنا معتز بهذا الدين أن يعني أتزيى بزي هذا الدين، بلباسي، بمظهري، بأخلاقي، بتعاملي، هذا كله من الاعتزاز بالدين. جميل، أنا معتز بدين الإسلام، إذن أظهر مظاهر الإسلام، أرى ما هي مظاهر الإسلام وأظهرها. نعم أظهرها، أين كانت هذه لباسي، أعتز بلباسي، أخلاقي، أعتز بأخلاقي وأظهرها، أخلاق الإسلام، معاملاتي مع الناس أظهرها وأقول هذا هو التعامل الذي أمرني به هذا الدين العظيم، وهكذا. جميل، فالقصد أن هذا لا شك أن إطلاق اللحية هذا من الواجبات، من الواجبات، وقد ذكر ابن حزم وغيره من أهل العلم الإجماع، نقلوا الإجماع على أن إطلاق اللحية واجب، وأنه يحرم حلقها، وعلى المسلم أن يظهر هذا الأمر. لا أقول هي من الذي لا يلتحي ليس بمسلم، ولكن مقصر، مقصر نعم، والذي يلتحي والمتبع للسنة الذي فعل الواجب وترك الحرام. وكذلك بالنسبة لحجاب المرأة، نعم حجاب المرأة واجب، وليس عباية الكتف التي انتشرت، وليست مخيرة المرأة في هذا. هو القضية العباة في حد ذاتها ليست مطلوبة لذاتها، وإنما المطلوب الستر، الستر نعم الستر، والمؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. الأصل أن تتستر المرأة، ماذا تلبس هذا شيء آخر، لكن المهم أن يكون اللباس ساترا لهذه المرأة، لا يظهر مفاتنها. قضية تغطية الوجه وعدمه هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جيد. طيب، لكن أهم شيء أن تلتزم الحجاب الشرعي. طيب. جيد. الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وتبتعد عن التبرج وإذاء المسلمين بهذا الأمر، عن تبرجها. الله المستعان. الله المستعان. طيب فضل الشيخ، يعني هنا يسأل سؤال، يعني قضية من
يثبت أن لبعض من علماء المسلمين أو من غيرهم أو من عامة المسلمين أن النصارى واليهود هم بعض منهم على الحق في هذا الجانب، وهناك بعض من النصارى وكما تعرفون، لكن حرف كل ما سواء الإنجيل أو التوراة وغيرها من الكتب السماوية التي حرفت في هذا الوقت، والكل يعرف ذلك في الجانب. فالزواج منهم وقص على ذلك من قضايا الارتباط، هل هي من تقليل الاعتزاز بهذا الدين؟ هل انتهت نساء المسلمين حتى يذهب إلى نساء أولئك؟ والله شوف، أنا بالنسبة لهذا هذه المسألة أنا أقول، متى حرفوا دينهم؟ متى حرفوا التوراة والإنجيل؟ هل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك؟ قبله، والله تبارك وتعالى لما ذكرهم قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالله جل وعلا الذي أخبر أنهم حرفوا وانحرفوا سبحانه وتعالى هو الذي قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. فالله سبحانه وتعالى الذي يعلم أنهم حرفوا كتابهم وانحرفوا وأشركوا وقالوا إن الله ثلاثة وقالوا إن المسيح ابن الله، هو الذي قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا كانت محصنة أي عفيفة طاهرة شريفة، وإذا كانت كتابية ليست ملحدة، فالأصل جواز الزواج، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن العقد صحيح وأن الجواز الزواج جائز من هؤلاء طالما أنها متمسكة بالنصرانية ما زالت نصر أو يهودية. طيب، وفي الوقت ذاته هي كما قلنا عفيفة. نعم. عفيفة شريفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج يهودية صفية أم المؤمنين ثم أسلمت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الزواج من هؤلاء جائز، ولكن لا نشجع عليه أبدا. جميل. لأن أنا أسمع كثيرا و هناك أحداث قرينة، نعم، أن بعض الناس ممكن هو يتنصر، ممكن أولاده يتنصرون، ممكن تحصل خلافات، وهذا أمور لا تحمد عقبها حقيقة. جميل. لذلك أنا لا أنصح بهذا لكن لا أحرم. أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك. طيب، هنا يعني نريد أن نضع من خلال فضل الشيخ عثمان الخميس يعني أسس أو مسارات أو طرق فضلة أو مثلى اللي من خلالها يبني المؤمن والمؤمنة، يبني المؤمن والمؤمنة يعني اعتزازه بهذا الدين. بصيغة أخرى، لماذا المؤمن طالب الاعتزاز بدينه، وما هي الوسائل التي تعين المؤمن على الاعتزاز؟ ذكرت جزء من ذلك، نريد أن أؤكد على بعض النقاط الرئيسية في مسائل الاعتزاز في الدين، في الظاهر في الباطن، في مسارات الحياة اليومية التي يعيشها المسلمون. أولا، ما يعين على الاعتزاز بالدين أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن الكريم، يكثر من قراءة القرآن الكريم. عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فيشعر بعزة وعلو لانتسابه لهذا الدين العظيم. عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيشعر بالاعتزاز. عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، عندما يقرأ قول الله تبارك ما ذكر أخونا الذي اتصل لأن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فعندما يسمع يكثر من قراءة القرآن الكريم سيشعر يقينا بهذه العزة ويفخر بهذا الانتماء لهذا الدين العظيم. والأمر كذلك في قضية قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديثه صلوات ربي وسلامه المرتبطة بهذا الموضوع. من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى، وكذلك من يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. جميل. سيرة جميل. الصحابة. شوف، حصلت قضية لما جاء التتار وغزوا بلاد الإسلام وذل المسلمون على أيديهم، خاصة في بغداد لما دخلوا وقتلوا قريبا من 1.5 مليون مسلم. يعني الإنسان ما عاش هذه الفترة، ولكنه عندما يتذكرها وما وقع للمسلمين من أولئك الكفار يعني يصيبه حزن شديد وأسى لما حدث للمسلمين في ذلك الوقت، ويحاول مهما حاول أن يتصور الوضع في تلك الفترة، أنا أتصور لن يصل بمخيلته إلى
شيء قريب من الحقيقة، لا أقول الحقيقة. في تلك الفترة ذكروا بعض الأحداث الغريبة، يعني من تسلط التتار وضعف المسلمين. مما ذكروه في كتب التاريخ أن التتارية كان يأتي لجماعة من المسلمين فيقول لهم مكانكم لا تتحركوا حتى أذهب وآتي بالسكين أو السيف فأذبحكم. يذهب ويأتي بالسكين أو السيف وهم جالسون في المكان خوفا، لا يهربون. تصور لا يهرب من القتل، خوف. على الأقل يمكن لما يجلس يمكن ذاك يجي ويهون غير راية، لكن إذا هرب يخفى أن ينكل فيه، فيبقون في أماكنهم. ثم يأتي التتري ويقتلهم. أي خور وأي ضعف وأي ذل وصلت به، وصلت إليه بلاد الإسلام في ذلك الوقت. ومع ذلك، ومع ذلك، مع ذلك أنه بعد فترة قصيرة ظهر المسلمون على التتار، بل دخل التتار في الإسلام. الله أكبر. ما الدافع؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل على خوف المسلمين وضعفهم وخورهم إلا إنه كانت عندهم العزة بدين الله تبارك وتعالى، وكانوا ينظرون إلى التتار على أنهم وحوش همج رعاع، ولكنهم أقوياء. كيف إذا إنسان جاءه الكلب المسعور أو جاءه الذئب مغلوث ولا أي شيء لا يحترمه لكن يخاف منه؟ لا يحترمه لكن يخاف منه. كذلك هم ما كانوا يحترمون التتار، وكانوا ينظرون لهم نظرة دونية، لكنهم أقوياء، لكنهم أقوياء نخافهم، لكنهم ينظرون لهم نظرة دونية كما هو الحال في ليبيا الآن. الله المستعان. نعم الله المستعان. فلذلك استطاعوا أن ينتصروا عليهم، الله، لأن كانت العزة ما زالت موجودة في قلوبهم. نعم. انتصروا عليهم وغلبوهم. نعم كأنك تريد أن تقول شيئا. طيب بس مجموعة الأخوان ينتظرون على الهاتف. لا بس نعود لهم إن شاء الله. أنا أخذ فنعود لك إن شاء الله. الله ينفع بالشيخ عثمان الخميس ضيفنا العزيز في هذه الحلقة. معنا الأخ مروان من العراق، تفضل أخوي مروان. أبو مروان من العراق، تفضل يا أبو مروان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو مروان. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ يا مرحبا، حياك الله. يا شيخ في خصوص موضوع الحلقة عن الإسلام وعن عدة الإسلام. نعم. نعم. يعني يا شيخ لاحظ بعض يعني في ملاحظة عندي، يعني أنتم أهل العلم ونحن العرب، ولكن تستفيدون بعض ملاحظاتنا. يعني لاحظ بعض طلبة العلم يا شيخ في عندما يظهرون في الفضائيات عندما يتكلمون عن الإسلام في بعض. تفضل يا أبو مروان. أبو مروان من العراق انقطع الخط معه، لعله نستطيع يحاول مرة أخرى الاتصال. ونشكره. معنا أبو نواف من السعودية. أبو نواف تفضل، حياك الله. أبو نواف تفضل. حياك الله أبو نواف. تفضل يا أبو نواف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو نواف. وش اسمه ممكن أسلم على الشيخ عثمان؟ الشيخ اسمعك. إيه نعم تفضل. شلونك عثمان؟ يا مرحبا حياكم الله. شوف يا شيخ تكفى عندي سؤال واحد سم، ها وابغى الإجابة عليه يعني. إيه تفضل يا أبو نواف. إيه وش اسمه زوجتي هذه اللي شفت وجهها عن أخوي عادي والله عدو أسوأ. طيب يعني حرام والله. لا تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا ابو نواف. ابو محمد تفضل. ابو محمد من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خيرا شيخ عايد وشيخ عثمان على البرنامج الطيب. بارك الله فيك ابو محمد. لو تكلمنا عن الاسلام، ان الاسلام سبحان الله ان الله زكاه، قال من يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث كثير عن الاسلام، ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. والمسلم بس في حديث يعني نبغى واجب المسلمين الحين نواب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الحديث
السؤال للشيخ عثمان، كيف نطبقه في حياتنا اليومية ومع أخواننا في الدول الأخرى؟ جزاكم الله خير. تسمع الإجابة أبو محمد من السعودية، وسؤال جميل جدا. معنا أبو القعقاع، أبو القعقاع من الدوحة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب في الشيخ عثمان وأقول له القطر يحبونك، فأنت واحد من أسد من أسود السنة، واللي على يمينك أيضا أسد من أسود السنة. جزاك الله خير يا أبو القعقاع. عندي سؤال وإن شاء الله تفيدنا فيه إن شاء الله. تفضل يا أبو القعقاع. في آيات كثيرة من القرآن الكريم يبشر الله المؤمنين والمسلمين، فما هو الفرق بين المؤمن والمسلم؟ ويتوعد الله في كثير من الآيات المنافقين والمشركين، فما هو المقصود في المنافقين في زمننا هذا؟ وجزاك الله خير. الله يجزاك بإذن الله إن شاء الله. شكرا أبو القعقاع من الدوحة. معنا محمد من سويسرا. محمد حياك الله. حياك الله الشيخ. حياك الله أبو أخي محمد. والله أبغى أسلم على الشيخ عثمان الخميس. يسمعك الشيخ. ويشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله. يشهد الله أني أحبك في الله يا أخي. أحبك الله. الله الله يبارك فيك. سلمك الله. عندي يا شيخ سؤال وعندي طلب. تفضل السؤال. السؤال هو ما حكم أنه المسلم يقيم بطريقة اختيارية في بلد غير مسلم مثلا كسويسرا بدون يعني اضطرار؟ جيد. والثاني؟ والطلب هو يا هذا طلب بس لأنه بحاول يا شيخ عثمان أني أجد بعد كتبك ولم أستطيع يعني هنا في سويسرا أو في المكاتب السويسرية، فمش عارف كيف في موقع إلكتروني شيخ أحصل هذه الكتب. تسمع الإجابة من الشيخ الآن في موقع إلكتروني، وبإذن الله إن شاء الله يجيب الشيخ على هذا الجانب وعلى المراجع التي يمكن أن تجد من خلالها كتب فضل الشيخ أو إصداراته المرئية أو المسموعة في هذا الجانب إن شاء الله. محمد شكرا أخوي محمد السويسرا. أبو المثنى من البحرين، حياك الله يا أبو المثنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو المثنى. كيفك يا شيخ عثمان؟ يا مرحبا حياكم الله. أنا أمرك ذكر المتصل اللي قبل شوية عن الحديث المسلم للمسلم كالجسد الواحد. نعم. ونحن إن شاء الله في دول الخليج كلنا جسد واحد. آمين. وكنا أن نباد عن بكرة أبينا من ذا أيام من قبل الشيعة. نعم. واليوم تم اكتشاف 8 شبكات تجسس لصالح إيران. نعم. وأنت خبير في هذه الأمور. لكن مع الأسف أن في بعض الدول في الخليج العربي ولكن الموضوع يهمهم. يعني الأخوان في قطر مع الأسف أننا عتاب عليهم، يعني ما جابوا موضوع هذا الموضوع بتاتا، مع أن احنا كنا أن نأكل، وإذا تم أكلنا كوجبة غداء سويت عشونا بكم في قطر بإذن الله. إن شاء الله. أبشر يا أبو مثنى. أبشر يا أبو مثنى إن شاء الله، وأسأل الله أن يحمي وطأة الإسلام أينما كان وحيثما كان. في البحرين لهم حق علينا حقيقة، وستصل الرسالة إن شاء الله إلى من توجه إليه بإذن الله إن شاء الله. معنا أبو محمد من ألمانيا. أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاكم الله خير. سؤالي فيما يخص الانتخابات في دول الغرب، بعلم أن المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل هذه الآية يا شيخ عندها يعني علاقة مع الانتخابات في حالة من الإنسان، يعني المسلمين، أنا أحدد على المسلمين اللي ينتخبون في الدول الغرب؟ وزاكم الله خير يا شيخ. نعم. أنت أخوي محمد عفوا سؤالي لك حتى يتوضح السؤال لفضيل الشيخ عثمان الخميس، هل تحمل الجنسية الألمانية؟ أيوة أحمل الجنسية الألمانية يا شيخ، لكن عندي مدة أكثر من 10 سنوات. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ بإذن الله إن شاء الله حي القيوم. جزاكم الله خير. نختم أخونا محمد من الدوحة، تفضل يا أبو جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إن شاء الله بخير؟ حياك الله يا أبو جاسم. يا مرحبا الله يسلمك. مرسي عليك وعلى الشيخ عثمان الخميس. حياك الله ومساك الله بالطاعة دوما. نشهد الله أننا نحبه في الله. أحبك الله. الله يجزاك. شيخنا تأصيل الأولي في مسألة العزة والتفريق بين العامة والدعاة وطلبة العلم في الاعتزاز بالإسلام، ما قولكم في من يرفع الآن شعار الديمقراطية هي الحل ويخفي الإسلام هو الحل، كما كانوا في الستينيات يرفعون شعار الاشتراكية هي الحل أو القومية والعدالة أو الحل؟ نعم. والآن يرفعون نفس الشيء، ما هو القول في هذا شيخنا؟ أفيدون وأشرح، لأن بعض الدعاة الآن يقولون أن الديمقراطية مستمدة من الإسلام بل هي من الإسلام، يعني غربوا وشرقوا كثيرا.
نسأل الله العافية. آمين. حفظ الله وإياكم. شكرا. شكرا. آمين. شكرا أخوي محمد. أخوي بطي والأخ دريس ومخرجنا الكريم الحبيب أبو محمد. لعلنا نقف هنا نجيب على أسئلة الأخوة ثم نعود مرة أخرى لمجموعة الاتصالات التي انهمرت على الشيخ. لا ما يمنع تجينا اتصالات بعد قليل نستقبلها إن شاء الله مع الإخوان إن شاء الله أبو محمد. الشيخ لعلنا نأخذ يعني موضوع يعني لعل أبو نواف السعودي يقول يعني زوجتي تكشف أمام أخي فهل هذا يجوز أم لا يجوز في بشكل عام في العادات أو العرف أو حتى في الناحية الشرعية في الشيخ الجمعة. قل بسم الله الرحمن الرحيم. لا فرق بين أخيه وبيني وبينك، فأخوه ليس من محارمها إلا إذا كان أخا لها، لأننا نعرف شخصا زوجته أخت أخيه من الرضاعة. لا، هذا أخوه من أبيه وهذه أخته من أمه. جميل. من أمه. جميل، صحيح. طيب، إذا كان لا علاقة لها بأخيه، يعني أخوه أجنبي عنها ليس من محارمها، فليس لها أن تكشف له كغيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حموا الموت والأحماء هم أقارب الزوج. جميل. والأخ لا شك أنه من أقرب الأقارب. أحصل الله عليك فضل الشيخ. فهذا من باب أولى. أنا جميل أقول جدا. خلو محمد واجب المسلمين مثل في توادهم وتراحمهم كيف نطبقه في حياتنا، وخاصة ما يحدث الآن في واقع المسلمين في عدم الدول على البحرين نموذج الآن في تقارب المسلمين وتوادهم وتراحمهم ضد الفتنة التي تحدث لبعض أبناء الأمة في هذا الوقت بالذات. يعني نعم. الله تبارك البحرين غير عن بعض الدول الأخرى التي يمكن أن فعلا يكون فيها نوع من الظلم ونوع من الجبر. نعم. من بعض الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن حق المؤمنين على أن تولاهم وأن نحبهم وأن يعطف بعضنا على بعض وأن يرحم بعضنا بعضا. ثم جاء الحديث الشريف، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيجب على المسلمين حقيقة أن يحمل بعضهم هم بعض. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. فالمسلم يجب عليه أن يحمل هم المسلمين، هم إخوانه من المسلمين. جميل. جميل. وأن يعرف أخبارهم ويتقصى وأن يدعو له وأن يعيش معاناتهم. طبعا يعيش معاناتهم، يفرح لفرحهم. جميل. يحزن لحزنهم. جميل. هذا أقل. جميل. الواجب أنا أتصور. جميل. على المسلم. لكن تبقى أحيانا أشياء لا يملكها المسلم مثل قضايا للحكومات أو غيرها. طيب. أنا أقول الحكومات. لا يلام. نعم. الشعوب. الأخ خالد يوسف الشيخ لعله يجيب إجاباته، لأن هناك أكثر من تقريبا 17 محور لم نتطرق إليها. أتمنى أن يبارك الله في الوقت، وخاصة أن محبين كثر في هذا المجال. الله ينفع بك. أبو خالد يوسف يذكر قضية أن ترسيخ العقيدة في نفوس الناس هو أولى الأولويات، ثم أيضا من يدعو الآن للخروج على الحكام خاصة في بعض الدول التي بانت كمصر وكليبيا الآن، وهم يقتلون يسفكون دماء شعوبهم. كيف ننظر إلى فقه الواقع في مثل هذه القضايا وإطلاق الأحكام بناء على فقه الواقع في هذا المسار؟ والله أنا أتصور هذه المسألة مسألة يعني عميقة جدا. صحيح. والأسف يعني أنه صار يتكلم بها كل أحد. صحيح. سواء بالجواز أو عدم الجواز. وأنا أتصور هذه الأمور كما قال الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من علمه الذين يستنبطونه منهم. يجب الرجوع للعلماء. يجب الرجوع للعلماء. الأهمل الناس أقوال العلماء، وصار الآن تأخذ الفتاوى من الذين يخرجون على الفضائيات حقيقة. يعني وبعض الناس يتصدر في كل شيء، وبعض الناس يرى كأنه الناطق الرسمي. كيف الآن الحكومات تضع ناطقا رسميا كلما حدث شيء يأتي ويتكلم؟ الآن بعض الدعاة للأسف صار كالناطق الرسمي، كل ما حدث لابد أن يعلق، لابد أن يبدي رأيه، وهذا غير صحيح أبدا. جميل. والعلماء يتريثون وينظرون في الأمر و يعني يدرسونه ويستقرئونه قراءة ويتريثون حتى تتضح بعض الأمور غير الواضحة، ثم ذلك يصدرون أحكامهم. فليس بالضرورة أن المسلم لابد أن يصدر حكما في كل شيء، وهذه طامة كبرى أنا أتصور. لكن الناس يحتاجون لمن يوضح مسار لهم خاصة في الأحداث. لا شك لا شك لا شك. يعني يجب على أهل العلم أنهم يوضحون للناس هذه الأمور، أو يأمرونهم بالتريث، يأمرونهم بالروية، يأمرونهم باتباع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد منه. أحصل الشيخ عثمان. طيب هنا الأخبر يسأل ما الفرق بين المسلم والمؤمن
وما الفرق بين المنافق والكافر؟ المسلم حيث ذكر فهو المؤمن، والمؤمن حيث ذكر فهو المسلم. جميل. لا فرق بينهما. جميل. لكن يقول أهل العلم إذا اجتمع افترق. فإذا ذكر المسلم فالمراد به المؤمن، إذا ذكر المفرد المسلم. لكن إذا اجتمع ذكر معا في مكان واحد يقول هذا يدل على أمر، هذا يدل على والمنافق أمر. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تريدني أن أطيل أدري. لكن لا بد تبين. لا خذ راحتك الآن يا شيخ، حتى لو انتهى الوقت ولم نجب على الأخوة، لكن وفي بالإجابة. الله يكرمك ويبارك فيك. فقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرج المؤمنين وهم لوط وبناته، وبقي الإسلام الذي تظهره زوجة لوط عليه الصلاة والسلام فعمها بالمسلمين. فيدخل المنافقون مع المسلمين ولا يدخلون مع المؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فقال أهل العلم الأصل أن الإسلام إذا ذكر وحده فدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه، وإذا ذكر معا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال في القلوب. أحسن الله يحفظ الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة، ولن أقاطعك مرة أخرى. لا 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 أقصد المقاطعة، لكن أقصد فعلا الأسئلة كثيرة والمحاور كثيرة والوقت ضيق. أنا أخشى أن الوقت يضيع علينا ونجب على إن شاء الله ما يضيع إن شاء الله، أو يضيق علينا ولا لن يضيع إن شاء الله مع أمثالكم فضل الشيخ. الله يكرمكم. هنا حكم المسلم يقيم في بلد غير مسلم في هذا الجانب، وكذلك يسأل عن كتب ومراجع لفضل الشيخ أخ محمد بن سويسرا. طبعا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفار إذا كان لغير ضرورة، وإنما يعني يعيش في بلاد المسلمين إذا أمكنه ذلك. بعض الناس يعيش في بلاد الكفار مجرد والله الجو لطيف، أو هناك نوع من الاحترام البشر. جميل. أو ما شابه ذلك. جميل. من الأمور فيعيش، وهذا لا يجوز. نعم. وإنما يعني إذا كان مضطرا إلى هذا بحيث لا تقبله بلاد أو لا يستطيع الرجوع إلى بلاده، هذا يعني شأن آخر. طيب الذين اقتربوا الآن وعاشوا في الغرب وأصبح الآن في 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 عدد من الدول الغربية، فرنسا، بريطانيا، كثافة كبيرة جدا من المسلمين. نعم. وأصبحوا كيان متكامل، بل بعض منهم وصل إلى نسبة 20% في. نعم. هذا الجانب، وأصبحوا أبنائهم وأبناء أبنائهم هم من المواطنين في تلك البلاد وينشرون. يعني هذا الموقف يعني فضل الشيخ كيف أيضا تجد؟ يعني هذا يمكن يختلف وضعه لأن هذا يحمل جنسية البلاد الآن. صحيح. غير الذي يذهب لي يأكل ويعمل وغير ذلك. أحسن الله إليك. نعم. هذا قد يكون الحين صار من أهل هذه البلاد. نعم. فهذا صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه وعليه أن يتنبه لأمر دينه. أحسن الله يحفظ الشيخ ونفع بك. أبو مثنى يسأل عن الوقوف مع أهل السنة في البحرين ومساندتهم، وكذلك أيضا يعني لم تلك الفتن التي تخرج بها الجانب والذين يوقدون الفتنة من طوائف أخرى أو غيرهم من الجانب، ما توجه فضل الشيخ وأنتم يعني من أصحاب التأصيل العلمي في هذا الجانب؟ والله أنا أقول يعني لهذا الأخ المثنى حفظ الله تبارك وتعالى أحمد الله على كل حال. الحمد لله. وأنا لي اتصال كثير في البحرين وأهلها، ويقول لي كثيرون من أهلها أن هذا الذي حدث وإن كان ظاهره محنة في أول الأمر إلا إنه تحول إلى منحة إلهية، والله الحمد والمنة، حيث إن الناس هناك قد تمسكوا بدينهم ورجعوا إلى ربهم واتحدت صفوفهم وقويت أواصر العلاقة بينهم، وعرفوا يقينا الحديث الذي مر قبل قليل مثل المن في توادهم وتراحم وتعاطهم كمثل الجسد. فأنا أقول يعني أحمد الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظهم جميعا ويحفظنا. أحسن الله يحفظ الشيخ الدنيا والآخرة. طيب محمد من الدوحة يسأل، قبله أبو محمد من ألمانيا، الانتخابات دول الغرب يعني ما رأيكم في ذلك؟ ومن أخذ الجنسية يعني الألمانية مثلا، هل يجوز أن يدخل في الانتخابات لرفع راية الإسلام أو لآخره، مع أنه يذكر الآية التي تأخذ اليهود والنصارى أولياء في هذا الجانب؟ نعم. ما رأيكم وتوجيهكم فضل الشيخ عثمان في هذا الجانب؟ والله إذا لم يكن له أثر فلا يدخل في هذه الانتخابات لأنه إيمان بها. وأما إذا لم يكن إذا كان لهم أثر في نصرة الإسلام يدخل، ليس من باب لا يدخل هو يعني كمرشح، ولكن ينتخب. نعم. نعم يذهب إلى من هو أقل ضررا أقل شرا من يعني الناس أو يعني من المسلمين الذين يريد أن يدخلوا في هذا وفيهم من الصلاح. طيب لكن يرون وجهة نظر أنه يجوز الدخول بهذه الانتخابات، فنقول يرشح ويعطي لا على سبيل الإيمان بها ولكن على سبيل تقليل الشر أو حفظ الحقوق أو ما شابه ذلك من الأمور، لا على سبيل الإيمان بها. نعم. طيب الأخ محمد أيضا العزة يقول، هل العزة في الديمقراطية أو كما كانت قبل 20 سنة 30 سنة في القومية أو الاشتراكية
أو البعثية أو قص على ذلك. أما العزة في الإسلام ذاته والحل هو الإسلام الذي ينبغي أن يترسخ، والذي أيضا أرباب بعض من مفكري الغرب أصبحوا فعلا يرون عظمة الإسلام، وهو ما ذكر الأستاذ زيد في الجانب، وهو قضية إبراز محاصيل الإسلام وإظهار فعلا قيم الإسلام العالية وعزة الإسلام، تجعل الآخرين يحترمون هذا الدين ويقدرونه في هذا الجانب. هو الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: فغير حكم الله يمون. يعني الإنسان إذا ترك حكم الله تبارك وتعالى وابتغى غيره فإنه على ضلال، سواء كان ديمقراطية أو اشتراكية أو غير ذلك من الأمور التي يلتزمها الناس اليوم. أبدا الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء ولا تمثل الإسلام، لكن لنقول إن الديمقراطية أقل الشر، لنقول الديمقراطية أحسن الردي، أحسن الردي طيب أحسن. لكن ليست هي الحل، الحل الإسلام، لكن سنة التدرج في الحرية. نعم، لكن الديمقراطية الآن الديمقراطية حكم الشعب للشعب. أنا أسأل سؤالا فقط إن سمحت لي. تفضل عبد الرحمن. الآن الديمقراطية حكم الشعب للشعب، وهي ضد الإسلام الذي هو حكم الله للناس، الله هو الذي يحكمنا. هؤلاء يريدون يقول لا، الشعب هو الذي يحكم، هو الذي يشرع، هو الذي يحلل ويحرم، هو الذي يمنع ويسمح. الآن لو أردنا أن نبني عمارة طيب، برجا من الأبراج، ثم قال قائل طيب نصوت، يصوت أهل قطر مثلا، أهل الدوحة، بس يلا قطر يمكن طول السالفة، أهل الدوحة فقط تعالوا صوتوا، كم اسمنت نضع لهذا البرج؟ جميل. كم من الحديد نضع لهذا البرج؟ جميل. كم من المسلح نضع لهذا البرج؟ وصار التصويت. جميل. هل يسمح بناء برج بهذه الطريقة؟ ألن يسقط على الناس بعد ذلك؟ لأن هؤلاء غير من غير أهل الاختصاص. جميل. من غير أهل الاختصاص. لو جاء عملية جراحية وجاء غير مختص، وجاء لا صوتوا نعمل هذه العملية الجراحية ولا ما نعمل العملية الجراحية؟ يلا بالأكثرية، لا بد بحث المسألة، الأكثرية هم الذين يصوتون. إذا الأكثرية يقولون نعمل عملية نعملها، إذا الأقلية تريد شيئا تفضل خذ راحتك. نعم، إذا كان الأكثرية يصوتون نعمل جهة. هل يمكن هذا؟ لابد أهل الاختصاص. جميل. كذلك الشرع الآن، الآن نصوت الأغلبية يريدون كذا، الأغلبية يريدون كذا ويحكمون، هذا غير صحيح. جميل جدا. يعني الآن قبلنا في إصلاح البيوت وإصلاح ولا الأجساد، ولا بنقبل فيه، ولا بنقبل في شرع الله تبارك وتعالى في أهل الاختصاص. نعم، أحسنك الشيخ، نفع بك. أخذ آخر اتصالين أو اتصال، أربعة اتصالات، وأعود لك فضل الشيخ سريعا. لا بس أتمنى أن نجد وقت الإجابة عنها ولعلها. أبو طلال من الدوحة، أبو طلال تفضل، يحفظك. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والصحة والسلامة. حياك الله أبو طلال. أنت والشيخ أبو خميس. يا مرحبا. الله خير. تفضل أبو طلال. أنا عندي أسئلة على عجالة إذا ما عليكم أمر. نبي سؤال واحد أبو طلال، لأن الوقت بدأ يدركنا، الله يرفع قدرك ويعلي شأنك في الدنيا والآخرة. اسمحني بسؤالين إذا ما عليكم أمر. تفضل. السؤال الأول: هي حماية المرأة والطفل وتجريد الأب من حقوقه. اثنين زي، وهو السؤال الأخير مع الأسف، اللي هو الزواج من السنية لغير سني، ومشكورين وجزاكم الله خير. شكرا. بوجنات من العراق. بوجنات تفضل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بوجنات تفضل اخوي. بوجنات من العراق. انا يا شيخ ان شاء الله اكسر الكلام. اخي يعني انا لاحظ بعض المشايخ عندما يتكلمون عن الاسلام وعن عزه الاسلام، يعني دائما يتكلمون بزي باب الدعوه ان الاسلام كذا، لا الاسلام فيه خير، الاسلام فيه، نعم الاسلام فيه خير، ولكن كما قال بعض احد الدعاة، يعني كلام لطيف، قال تجد بعض الدعاة يدافعون إذا قيل لهم أنت ما عندك إلا عقيدة، يقول لا لا أنا عندي فقه، أنا عندي كذا، قل لا لا أنا عندي عقيدة. أنت إيش عندك؟ عندك صلاة تحت العقيدة المرتبة، عندك جهاد تحت العقيدة المرتبة، عندك حج تحت العقيدة المرتبة. نعم نحن يجب أن ندعو يعني من بعض، ولو كنت فظا نعم، ولكن يعني هذا وهذا، يعني أليس هذا من بعض تذكير الناس في عزة الإسلام أن الإسلام هو يعلي ولا يعلى عليه؟ نعم، يعني فقط ان كان عندي هذا مداخله قيمه. ابو جنات من العراق شكرا لك. معنا علي من امريكا. علي تفضل. يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخوي علي. اولا نشهد الله على حبكم يا شيخ عثمان. حبك الله. عندنا عندما نراكم في القضايات تدخل السعاده الى قلوبنا. حبك الله. الله يكرمك. علي الله يكرمك. والحمد لله، والله اننا سعيد جدا بمكالمتكم. جزاك الله خير. الذي احب اطرحه: كيف يجمع الإنسان بين العزة بدين الله والتواضع والهش والبش مع غير المسلمين
دون أن ينقص من عزته بدينه نعم. شيء بإذن الله. وهذه هي أخلاق. وصلت الرسالة وهو محور سيسأل الشيخ إن شاء الله أخوي علي من أمريكا، وهي كيف يجمع الإنسان بين الاعتزاز الدين ولا يتعارض مع الثقافات الأخرى والحوار، وكذلك التواضع مع الآخرين غير المسلمين. شكرا علي من أمريكا. نختم بسالم من الكويت. سالم تفضل أخوي سالم. تفضل يا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله حياك الله يا سالم. يا شيخ عثمان. سم. يا شيخ عثمان. تفضل يا سالم. قال اعرف الحق تعرف أهله ونحسبك من أهل الحق. بإذن الله إن شاء الله. نريد أن نعرف ما هو واجبنا اتجاه الفتن التي حصلت في بلادنا وانتهك ديننا، والله شيء قطع قلوبنا يا شيخ. بإذن الله. تسمع أخوي سالم من الشيخ. تفضل يا سالم باختصار الله يحفظكم. شكرا. أشكرك أشكرك أخوي سالم. واجبنا تجاه الفتن الحالية في هذا الجانب. فضل الشيخ يعني هناك عدة أسئلة حقيقة، ولعل البعض يعني لعل بطلال بعض الأسئلة دخلت في موضوعنا وبعض الأسئلة لم تدخل في موضوعنا. لكن اسمح لي فضل الشيخ، هل الاعتزاز بالدين لعل سؤال الأخ سالم يتوافق مع محور محاورنا الكثيرة التي لم نتطرق إلا لبعض منها اليسير لمحبينك ما شاء الله عليك الشيخ عثمان، في هل الاعتزاز بالدين يتعارض مع التواصل مع الثقافات الأخرى أو مع أو التحاور معها في هذا الجانب؟ أرجو الإفادة الشيخ. لا أبدا، لا يمكن لا يمكن. يعني انظر يا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين الاعتزاز بالدين والتواصل مع الآخرين أو العلاقة مع الآخرين أو التعايش مع الآخرين أو دعوة الآخرين. بل اعتزازنا بديننا يدفعنا إلى ذلك. جميل. يدفعنا إلى أن نتعايش، لأن ما مع اعتزاز بالدين تمسك به. لما اعتز بهذا الدين معناه اني اتمسك به، ولما اتمسك به اتمسك به ككل لا انتقي من هذا الدين. وهذا الدين صالح لكل زمان لكل مكان لكل احد. طيب، فمن التمسك بديننا ان ديننا يعلمنا كيف نتعامل مع الاخرين، كيف نتعايش مع الاخرين، كيف نحترم الاخرين، كيف ندعو الاخرين لدين الله تبارك وتعالى. فلا تعارض بين الامرين ابدا. نعم. طيب هنا فضل الشيخ، يعني لو سألنا، يعني يقول قائل بلادنا العربية الآن ولعل ليبيا نموذج الآن في سفك الدماء وفي أيضا إراقة الدماء وقتل الناس جماعية من هذا الطاغية الذي طغى بجبروته على شعبه الأبي والشعب القوي وهو الشعب الليبي، نقولها بكل حرقة. ولكن الاعتزاز بالدين، لأنهم معتزين بدينهم فهم يضحون بأجسادهم ويقبلون على الشهادة لأجل أن يحرروا تلك الأراضي من تلك مسارات الطاغية. فضل الشيخ، يعني قد يقول قائل بلادنا العربية والإسلامية كلها مشاكل صحية واقتصادية وتعليمية وسياسية ومعيشية بل وحتى رياضية، فكيف يحق لنا أن نعتز أمام الأمم؟ كيف تردون على هذه الرؤية فضل الشيخ؟ والله أنا أقول يعني ضد النظرة السوداوية هذه. جميل. إذن عطل النظرة الإيجابية. يعني مشاكل اقتصادية صحية سياسية اجتماعية لا لهالدرجة. جميل. لهالدرجة. وليسوا يعني الآخرون ليسوا كمل في هذه الجوانب حتى يقال نحن عندنا هذه المشاكل وعندهم هذه الحلول. أنا أقول بشكل عام أن البلد فيها خير لله الحمد لله، من بلاد الإسلام بشكل عام، في أخطاء في تقصير يجب علينا أن نعالج هذه الأمور. جميل. حتى إذا تكلمنا عن الإسلام وقلنا هذا مثال، نحتاج نحن إلى مثال. حنا مشكلتنا أن لما نتكلم عن الإسلام يقول الإسلام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن المسلمون قد انحرفوا. نقول نعم في انحراف، لكن ليس بالصورة التي ذكرت بارك الله فيك. لكن على كل حال أنا أقول يعني يجب أن نفرق بين الإسلام وبين المسلمين. جميل. وأن نعتز بالإسلام وأن نحاول أن نكون مثلا. جميل. صحيحا للإسلام. نعم. حقيقة الحديث معك فضل الشيخ عثمان الخميس الداعية للإسلام معروف بدولة الكويت، ذو شجون حقيقة وامتد يعني بإشراقته الجميلة في هذا الجانب. لم يبقى لي إلا أن أتقدم لك يا فضل الشيخ عثمان الخميس بوافر الشكر والتقدير على استجابة هذه الدعوة ضمن برنامجك حياة القلوب. أصل عزني يحفظك أينما كنت وحيث ما كنت. شكرا لك فضل الشيخ. شكرا. الاعتزاز يعني الحاضر والاعتزاز يعني المستقبل، كيف ننمي هذه المشاعر في نفوسنا؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل مؤمن وكل مؤمنة وكل مسلم وكل مسلمة على نفسه، أن يكون هو الذي يجعله الله معزا لهذا الدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا واجعلنا ممن يعز به الإسلام. وأعتذر من جميع التصرفات التي انتظرت
أو التي اتصلت ولم يستطع أن أخذها معنا في هذه الحلقة ولضيق الوقت أيضا معنا في هذه الحلقة نظرا لكثرة المحاور ولمحبي فضل الشيخ عثمان الخميس. أيها الإخوة والأخوات إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بكم. لنأسو جراحا تبدت على مظلمات الدروب، هلما إلينا لنأسو جراحا تبدت على مظلمات الدروب، وكن في إلها يفرج كل الكون.